وبالعودة إلى حي سلوان وانتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم 17 منزلا ينضم إلينا من حي سلوان مراسل الغد أحمد البديري. مع انتهاء المهلة أحمد، ما يترقبه سكان حي البساتين في سلوان وما يمكن أن يكون شكل الوضع عليه؟ اليوم تنتهي المهلة التي منحتها البلدية الإسرائيلية وذلك لهدم المنازل 17 في حي البستان في منطقة حي سلوان. غدا تستطيع الجرافات الإسرائيلية الوصول إلى المكان والبدء بهدم هذه المنازل إذا ما أرادت ذلك. لربما لن يحدث عملية الهدم غدا، ولكن حسب القانون الإسرائيلي الآن البلدية الإسرائيلية لديها الحق الكامل بالقيام بعملية الهدم دون إصدار أي إنذار مسبق. نحن هنا في حي سلوان كما نستطيع أن نرى بأن هنالك حريق مشتعل الذي حدث قبل قليل، قبل حوالي نصف ساعة من الآن، بأنه كان هنالك حريق لعدد من البساتين وعدد من الأراضي الحرجية هنا. الأهالي اتصلوا، أهالي سلوان اتصلوا بالإطفائية الإسرائيلية التي تلكأت كثيرا إلى الوصول، ولكن سرعان ما اندلعت الحرائق باتجاه البؤرة الاستيطانية الموجودة هنا في حي سلوان، وعندها وصلت الإطفائية الإسرائيلية التي باشرت بالعمل على إطفاء هذه الحرائق التي اندلعت بالقرب من حي سلوان. القضية الأساسية هنا التي يمكن الحديث عنها هو أن الجانب الإسرائيلي يتعامل دائما بمكيالين، بمكيال يتعلق بالجانب الاستيطاني الإسرائيلي التهويدي في مدينة القدس كما نستطيع أن نرى هنا، وهذا هو مثال واضح لسرعة تلبية النداء للبؤر الاستيطانية مقابل التلكؤ التعامل مع الفلسطينيين، وفي المكيال الآخر نرى بأن هنالك تسهيل للبناء الاستيطاني في داخل البؤر الاستيطانية وفي المستوطنات، ولكن في المقابل لا يمنح الفلسطينيون تلك التسهيلات للبناء الوحدات السكنية الفلسطينية، بل ومن يقوم بالبناء يتم هدم هذه المنشآت السكنية التي يعني هي الملاذ الوحيد للفلسطينيين للعيش في مدينة القدس. ولكن أيضا على صعيد آخر هنالك العديد من البؤر الاستيطانية التي يحاول الجانب الإسرائيلي تثبيتها هنا في حي سلوان. نحن نتحدث عن 17 منزلا منذ الغد سوف تنتهي المهلة، طبعا ليلة هذه الليلة سوف تنتهي المهلة، ولكن منذ الغد يمكن البدء بهدمها. ولكن أيضا هنالك قرابة 80 وحدة سكنية فلسطينية التي تنتظر المهلة النهائية في أغسطس آب القادم. طريقة الكيل بمكيالين أحمد، يعني هل هي واضحة أيضا في مسألة يعني ما إذا كانت هذه العقارات أو المنازل المهدد أهلها بهدمها قابلة للترخيص أو هم سعوا في استصدار تراخيص لها وتعنتت سلطات الاحتلال؟ هذه المنازل التي عمليا تم بنائها جزء منها قبل 5 سنوات جزء منها قبل 15 عاما، حاول الأهالي أكثر من مرة التوجه للبلدية الإسرائيلية لإعطائهم ما يسمى بالخارطة الهندسية التي تتعلق بهذا الحي السكني، ومع ذلك البلدية الإسرائيلية رفضت التعامل مع كل هذه الخرائط الهندسية التي تم توثيقها من قبل مهندسين فلسطينيين وإسرائيليين عموما، وحتى هنالك جمعيات إسرائيلية التي حاولت مساعدة أولئك الفلسطينيين في استصدار تراخيص البناء، ولكن البلدية الإسرائيلية رفضت تماما كل هذه الأوراق. هي ترفض أن يكون هنالك إصدار لقرارات لتراخيص لبناء الفلسطينيين لوحدات سكنية داخل مدينة القدس. السبب في ذلك هو الحرب الديموغرافية في هذه المدينة، تقليل عدد الفلسطينيين قدر المستطاع داخل مدينة القدس مقابل البناء الاستيطاني وزيادة عدد اليهود في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة إسرائيلية يهودية بامتياز. هنا في حي سلوان نحن نتحدث عن قرابة ثلثي المساكن والبيوت الموجودة هنا بنيت دون ترخيص، وبالتالي الجانب الإسرائيلي يتعامل مع هذه القضية بأنها قضية وجودية، بمعنى بأنه يريد أن يقوم بهدم ثلثي هذا الحي السكني بالكامل وذلك لبناء مستوطنات مكانه. هذا ينسحب على جبل المكبر، على حي الشيخ شراح الذي تحدثنا عنه خلال الشهرين والثلاثة أشهر الماضية، ولكن أيضا نتحدث عن منظومة قضائية ومنظومة خدماتية. المنظومة القضائية تتعلق بالقضاء الإسرائيلي الذي يصدر القرارات بالهدم، والمنظومة التنفيذية ممثلة بالبلدية الإسرائيلية التي تنفذ قرارات الهدم باستمرار. شكرا جزيلا أحمد البديري مراسل الغد من حي سلوان في القدس المحتلة.